ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. على نطاق واسع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تظهر من خلاله جماهير طنجوية تحاصر حافلة المنتخب الوطني المغربي، حيث طالبت بضرورة عودة الهداف عبد الرزاق حمد الله إلى كتيبة الأسود. وأظهر الشريط جماهير توجه رسائل لوم للناخب الوطني الجديد وحيد خليل وزيتش، وهي تصرخ والشيباني بغينا حمد الله حمد الله حمد الله، في إشارة إلى الطريقة التي أبعد بها هدف النصر السعودي عن المنتخب والتي افتضحت تفاصيلها بعد أن كذب حمد الله رفضه الانضمام إلى المنتخب كما ادعى وحيد وحجي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.